بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جلوكوز انتر سيلز باي فاسيليتيت ديفيوجن، مواصله للكربوهيدرات ميتابوليزم. الجلوكوز انتر سيلز يدخل الخلايا باي فاسيليتيت ديفيوجن، اللي هو الانتشار المسهل او المساعد. جلوكوز كان نوت ديفيوز دايركتلي انتو السيلز. الجلوكوز ما يدخل كده مباشره في داخل الخليه من نفسه، لازم يحتاج الى مساعده. بات انترز باي وان اوف ذا تو ترانسبورت ميكانيزم، بواحده من الطرق، واحدة من طريقتين، يا إما طريقة يعتمد على الصوديوم فيها أو طريقة غير معتمد فيها على الصوديوم. صوديوم إندبندنت في مرحلة هنا غير معتمد على الصوديوم، فاسيليتيتد ترانسفيوجن ترانسبورت سيستم أو صوديوم فاسيليتيتد كو ترانسبورت سيستم. طيب الأولى اللي هي فيها أول واحدة اللي هي فيها صوديوم إندبندنت ما يعتمد على الصوديوم، فاسيليتيتد ديفيوجن انتشار أو انتقال، هو موجود خارج الخلية وعايز يدخل داخل الخلية، محتاج لمساعدة، مين يساعده؟ This system is mediated by a family of 14 glucose transporter in cell membrane. في عائلة هنا من البروتينات موجودة على جدار الخلية فيها 14 transporters مساعدين أو ناقلين. They are designed glucose 1 to glucose 14. اسمهم جلوكوز 1 لحد جلوكوز 14، دول كلهم الجلوكوز ترانسبورت الناقلين الترانسبورت عشان يدخلوا الجلوكوز اللي داخل الخلايا، قلنا من 1 الى 14. These transporter exist in the membrane، موجودين في الغشاء، in two conformational state، في شكل تركيب معين، في حالة تركيبية معينة. Extracellular glucose bind to the transporter، الجلوكوز الموجود بخارج الخلية ده بيقوم يجي ويلتصق مع الناقل الترانسبورتر دي، وزين ألتر إتس كونفورميشن، يقوم الناقل ده يغير شكله وتركيبه، ترانسبورتينج وينقل الجلوكوز أكروس السيل ميمبرين، ينقل الجلوكوز عن طريق غشاء الخلية. طيب صوديوم إندبندنت فاسيليتيت ديفيوجن ستيل تشو سبيسيفيتي اوف جلوكوز جين اكسبريشن، ايش يعني مع الكلام ده؟ معناه كل خلايا، كل نوع من الخلايا مثل الكبد، البرين، النيورونز، كل واحدة عندها ناقل معين للجلوكوز. The glucose transporter display a tissue specific pattern of expression، يعني كل خلية tissue specific pattern، يعني كل خلية عندها شكل معين أو expression معين للنقل حقها. For example، مثلا على سبيل المثال الجلوكوز 3 transporter ده النقل رقم 3 ده إذا primary glucose transporter in the neurons، عادة ده هو أكتر واحد بلقاه وين موجود، يوجد في الأعصاب. glucose 3 دي أكتر واحد موجود in the neuron. glucose 1 is abundant in erythrocyte and blood brain barriers، وين رقم واحد ده موجود وين؟ في كرة الدم الحمراء erythrocyte، وفي blood brain barriers الحواجز بتاعة حاجز الدم في المخ في البرين. whereas glucose 4 is abundant in a deposit tissue and skeletal muscles، رقم 4 ناقل رقم 4 يوجد بكثرة في الأديبوز تيشو وفي العضلات الهيكلية skeletal muscle. specialized functions of glucose، يعني كل واحد فيهم متخصص بتخصص معين. in facilitated diffusion في الانتشار المسهل أو المساعد، glucose moves follow a concentration gradient، بيكون الجلوكوز بيمشي على حسب التركيز من الأعلى إلى الأقل. That is from a high glucose concentration to a lower one، من الأعلى إلى الأقل. For example، glucose 1، glucose 3 and 4 are primarily involved in glucose uptake from the blood، هما ديلا مسؤولين عن أخذ الجلوكوز من الدم. In contrast، glucose 2 which is found in the liver، glucose 2 لما لقاه في الليفر وفي الكيدني، الليفر يعني الكبد والكيدني الكلى، can either transport، يا إما ينقلوا ترانسبورت الجلوكوز into these cells، ينقلوها في داخل الخلايا. when blood glucose level are high، لما يكون الجلوكوز عالي، أو العكس، أو ترانسبورت الجلوكوز from these cells when blood glucose level are low، for example during fasting. يعني إيش يعني مع الكلام ده؟ هي إحنا عادة متعودين من المكان الأعلى إلى المكان الأقل، لكن أحيانا مثل الجلوكوز 2 دي شغال في الكبد وفي الكلى، أحيانا ينقل العكس، يكون الجلوكوز منخفض خارج في الدم، ينقله من الكبد يوديه إلى الدم، يعمل نقل عكسي، ينقل نقل عكسي.
صوديوم مونوساكرايد كو ترانسبورت سيستم، اللي هو الصوديوم نغلب بمساعدة الصوديوم. This is an energy requiring process. دي نغلب يحتاج إلى طاقة. That transport glucose from low glucose concentration outside the cell to higher concentration within the cells. يعني خارج الخلية بيكون في تركيز قليل، داخل الخلية تركيز كثير، ده بيحتاج لطاقة عشان ينقل من أقل للأكثر. This system is a carrier mediated process. بيكون عندها ناغل in which the movement of glucose is coupled to the concentration gradient of sodium. بتكون حسب تركيز الصوديوم. Which is transported into the cell at the same time. الصوديوم بتنقل معاه في نفس الوقت. The carrier is a sodium dependent glucose transporter. هو ناقل دي هو عبارة عن صوديوم ديبندنت، يعتمد على الصوديوم بيمشي معه. Or SGLT sodium dependent glucose transporter. اللي هي S للصوديوم و G glucose و T للترانسبورتر SGLT. This type of transport occurs in the epithelial cells of intestine and renal tubules. وين الكلام ده بيحصل عادة؟ في الخلايا تحت اللمعة وفي الرينال تيبيولز أنابيب الكلى. Key step in glycolysis. طيب تحلل السكر. الجلوكوز is phosphorylated by ATP. يلا الجلوكوز من الأول عشان يحصل له فوسفوريليشن أو فسفرة يكون بالـ ATP في البداية. أول ندفع ATP وبعدها حتى ناخد أرباح اللي هي ATP. فيجي الـ ATP في الأول يحتاج لي ذرتين من الـ ATP في السيتوبلازم، بلقى في جلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفات بمساعدة إيش هو ينتج. هنا محتاج لي طاقة، أول شي نعطي طاقة ATP يتحول لـ ADP. طيب بعدين من الميتوكوندريا يعطوه ناد عشان يديني ناد اتش. ناد اتش ده بعدين بيستفيد منه عشان اعمل بيه ATP. بعدين يديني يجيني 1,3 ديفوسفو جليسيريك اسيد. بعدين في الخطوة دي بعدها ابدأ اخذ الارباح. ADP يديني 2 ATP، والخطوة اللي بعدها كمان بلقى 2 ATP، وبلقى كمان معهم حاجة اسمها بايروفيك أسيد. ده الكلام ده في الميتوكوندريا. فأنا أخذت في استهلاك في الأول استهلكت 2 ATP، وفي الخطوة الأخيرة ربحت 4 ATP. يبقى النت جين أنا استفدت إيش من الكلام ده كله؟ استفدت 2 ATP في الجلايكوليسيس دي، استفدت 2 ATP اللي هو ATP ده هو إيش؟ هو ده مصدر الطاقة، ده حق الإنرجي 2 ATP. واستفدت كمان ناد اتش 2 ناد اتش، واستفدت بايروفيك اسيد، والفائده الثالثه كانت البايروفيك اسيد. الجلوكوز از فوسفوريليتد باي اي تي بي. الجلوكوز دي حصل لها فسفره بالاي تي بي. فوسفوريليتد شوجر مولكيول دو نوت ريدلي بنتريت ذا سيل ميمبرين. الجلوكوز اللي حصل له الفسفره ده ما بيدخل طوال كده في الغشاء، بيكوز ذير ار نو سبيسيفيك ترانس ميمبرين كارير، ما في حد ينقله فور ذيس كومباوند. اند بيكوز ذي ار تو بولر diffuse through the lipid core of membrane. وهنا في غشاء دهني يحتاج لازم يكون في مساعدة. mammals have several isoenzymes of the enzyme hexokinase. في إنزيم وخاصة كان مساعد الجلوكوز ده عشان يدخل يعبر جدار الخلية، فيجي الإنزيم اللي اسمه hexokinase that catalyzes the phosphorylation of glucose to glucose 6 phosphate. يقوم يمسك الجلوكوز ده الhexokinase يحول الجلوكوز لجلوكوز 6 phosphate. هيكسوكينيز ده موجود في مصد تشو في معظم الأنسجة. The phosphorylation of glucose is catalyzed by hexokinase. حولوه وحول الهيكسوكينيز حول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوكينيز in the liver parenchymal cell and B cell of the pancreas. في تاني إنزيم تاني يسمى جلوكوكينيز موجود في الليفر وفي البنكرياس. الجلوكوكينيز ده اسمه التاني هيكسوكينيز D or type 4 is the predominant enzyme responsible for phosphorylation of the glucose. ماشي الخطوة الثانية، جاهو إنزيم ثاني اسمه الجلوكوكينيز. In B cells, glucokinase function as glucose sensor. الجلوكوكينيز دي يحس بالجلوكوز determining the beginning of for insulin secretion. يقوم يخلي يفرزه الإنزيم الإنسولين
in the liver the enzyme facilitate glucose phosphorylation during hyperglycemia، يساعد على فسفرة الجلوكوز في أثناء الهايبرغليسيميا. الهايبرغليسيميا يعني إيش؟ إيش هايبر؟ هايبر هايبر معناه عالي، هايبرغليسيميا ارتفاع السكر، عكس هايبو، هايبو معناه منخفض، هايبر عالي، هايبو منخفض. فهنا بنلقى هنا في الجلوكوز يجي الهيكسوكاينيز جلوكوكاينيز الـ ATP ينتج لنا ADP، اداني جلوكوز 6 فوسفات، دي الخطوة الأولى اللي كان فيها استهلكوا فيها الـ ATP فوسفوريليشن والجلوكوز، دي الخطوة اللي كانت في البداية. isomerization of glucose 6 phosphate، the isomerization of glucose 6 phosphate بعد كده الجلوكوز 6 phosphate يتحول لفركتوز 6 phosphate is catalyzed by phosphoglucoisomerase، جلوكوز 6 phosphate يتحول لفركتوز 6 phosphate عن طريق الفوسفوجلوكوايسوميريز. بعد ذلك تحصل فسفرة للفركتوز 6 phosphate، the irreversible phosphorylation reaction catalyzed by phosphofructokinase 1، دي فسفرة غير رجعية عن طريق يساعد فيها إنزيم اسمه فوسفوفركتوكيناز 1. الفوسفوفركتوكيناز 1 ده controlled أو يساعد أو يتحكم فيه by the available concentration of the substrate، يعني يكون متوفر عندنا ATP وفركتوز 6 فوسفات اللي هو جانا من الجلوكوز 6 فوسفات. كما نرى هنا إن الجلوكوز 6 فوسفات أول شيء كان عندي جلوكوز، بعدين الجلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفات اللي هو اسمه الثاني الدوليز، وبعدين يجي هنا بالفوسفو فركتوكينيز ايسوميريز حولوا لنا الى فركتوز 6 فوسفات الكيتوز. طيب كي ستيبس ان ذا جلايكوليسيس، فركتوز سبليت انتو 3 كربون مولكيولز، الفركتوز ده يتقسم لثلاثة جزيئات من الكربون، دي نفس الحته اللي فاتت اللي هي استهلكنا 2 من الـ ATP و 2 ناد، النتيجة كانت 2 من الناد H 4 من الـ ATP 1 بيروفيك أسيد. لو أنا اشتريت بـ 2 وبحت بـ 4 يبقى الناتج عندي 2 ATP. cleavage of fructose 1,6-diphosphate، الدوليز كليف فركتوز 1,6-diphosphate to dihydroxy أسيتون فوسفات and glyceraldehyde 3 فوسفات. بعد ذلك يجي الألدوليز يحول الفركتوز 1,6-diphosphate يحوله لديهيدروكسي أسيتون فوسفات وإلى glyceraldehyde 3 فوسفات، دي باقي المعادلة اللي زي هنا، قلنا هنا في فركتوز 6 فوسفات يتحول لفركتوز 1,6-diphosphate، هو ده نفسه اتقسم لاثنين أعطاني نوعين، اداني glyceraldehyde ترايفوسفات وأحطاني dihydroxy أسيتون فوسفات في التقسيمة الثانية. oxidation of glyceraldehyde ترايفوسفات ونتحول ل glyceraldehyde ترايفوسفات، ودي نفس إعادة لنفس الكلام السابق. oxidation of glyceraldehyde ترايفوسفات the conversion of glyceraldehyde ترايفوسفات ل 1,3-diphosphoglycerate by glyceraldehyde 3 phosphate dihydrogenase and coenzyme NADH collect hydrogen. كمان تحصل أكسدة للجليسرهايد 3 phosphate ده يحصل له أكسدة بمساعدة الجليسرهايد 3 phosphate dihydrogenase ومعاه coenzyme اللي هي في 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 الشكل دي. عندي كان جليسرهايد داي جليسرهايد 3 phosphate يتحول لي 1,3-diphosphoglycerate باي فوسفو جليسرالدهيد، وده يتحول يغير لي الى 3 فوسفو جليسريت. طيب وكمان هذه الرسمه نفس الكلام السابق اللي هو انه اخذنا 2 استهلكنا 2 اي تي بي انتج لنا 4 اي تي بي ناتج، الحته دي هنا ضروريه الناتج 2 المحصله 2 اي تي بي طاقة وبايروفيك اسيد مع 2 ADH. synthesis of 3 phosphoglyceraldehyde producing، وتستمر المعادلة when 1,3-diphosphoglycerate is converted بعدك ل 3 phosphoglyceraldehyde يحوله كمان يتحول أو يكون هو high energy phosphate group of 1,3-phosphoglyceraldehyde is used to synthesis ATP from ADP. دي المحصلة دي كلها ليش أنا عايز استخدم من الـ ADP أصنع لي ATP. This reaction is catalyzed by
فوسفوجليسرات كايناز. دي مين في انزيم بيساعد فيها؟ اللي هو الفوسفوجليسرات كايناز. وطبعا هو الهدف كله في الاخر انتاج الطاقه في شكل اي تي بي. شيفت فوسفات جروب فروم كاربون 3 تو كاربون 2. ذا شيفت اوف ذا فوسفات جروب فروم كاربون 3 تو كاربون 2 اوف فوسفوجليسرات باي فوسفوجليسرات ميوتاز. تغير الفوسفات جروب، تمشي من موقعها كانت في 3 تمشي ل 2 عشان تديني مركب آخر. Formation of pyruvate producing ATP. The conversion of phospho of phosphophenyl pyruvate is catalyzed by pyruvate kinase. بيكون مساعد فيها pyruvate kinase. The equilibrium of the pyruvate kinase reaction favors the formation of ATP. دي بيساعد تكون لي بايروفيت كايناز، يساعدنا في تكوين الـ ATP. ده هو نفس التركيبة ونفس الكلام. هنا زي ما قلنا 2 فوسفوجليسرات لقت إنوليز، طلع هنا ماء اداني فوسفو إنولو بايروفيت، جلقت الإنزيم بتاع البايروفيت كايناز، أنتج لي بمساعدة الفركتوز 1,6 باي فوسفات من الـ ADP، أنتج لي الطاقة، أنتج لي ATP، أنتج ATP هنا، وأنتج لي كمان بيروفيت. بيروفيت ده بيستفيد منه formation of pyruvate، reduction of pyruvate to lactate. أحيانا يقوم يتم اختزال البيروفيت تتحول للاكتات. formed by action of lactate dehydrogenase. اللاكتات ده بيجيب عن طريق إنزيم اللاكتات dehydrogenase is the final product of anaerobic glycolysis in eukaryotic سيلس. يعني عادة بيكون مثلا لو يكون في بذل طاقة غير تنفسية، مثلا في حالة إنه الإنسان يبذل جهد شديد ويمشي مثلا أو يتريض رياضة عنيفة جدا، أنيروبيك جلايكوليسيس، من غير ما ياخد كمية الكافية من الأكسجين يحس بآلام في العضلات. ليه؟ لأنه البيروفيت بتحول للاكتات. The formation of lactate is a major fate for pyruvate. المحصلة النهائية بتكون البيروفيت هو اللاكتات. In the lens and cornea of the eye، عادة بيكون في الشبكية والقرنية بتاعت العين والكدني مظلة وفي الكلى وفي التستيز وفي الليكوسايتس كرة الدم البيضاء والريد بلس سيلز والحمراء. Because these are all poorly vascularized and lack mitochondria، لأن هدية ما بيكون فيها poorly vascularized، يعني ما فيها دم كفاية. poorly poor يعني فقير، vascularized أوعية دموية، lack mitochondria ولا توجد بها ميتوكوندريا. يبقى الفاينل برودكت اوف جلايكوليسيس، والمعلومه دي مهمه جدا، الفاينل برودكت الناتج النهائي للجلايكوليسيس 2 مولكيول بايروفيت و2 مولكيول من الناد اتش مع هيدروجين و4 كروس اي تي بي مولكيولز، لكنه النت لانه احنا استهلكنا اصلا 2 النت، يعني هستفيد ايه؟ 2 نت اي تي بي، 2 من الاي تي بي. هو بيدينا 4 لكن انا اصلا اخذت من المحصول من المخزون حقي 2، فيبقى استفدت فقط 2 ATP للطاقة. Good luck.